طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. مجازر متكررة في العراق، فأين القوات الأمنية من حماية أمن وسلامة المواطن؟ أليست من أبجديات الحكومات أن تحافظ على أمن المواطن؟ أم أن الحكومات المتعاقبة لا تدخل في هذه الأبجديات؟ هل يعقل بأن عناصر مسلحة وبزي عسكري أو بغيره يدخلون على قرية أو بلدة أو مدينة يقتلون ويخرجون منها سالمين والمنطقة مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية والميليشيات؟ كيف دخلوا ومن أين وكيف خرجوا؟ اليوم تم ارتكاب مجزرة في منزل في بلدة البودور قرب تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية، وقعت فجر اليوم الجمعة والتي ذهب ضحيتها 8 أشخاص من أسرة واحدة رميا بالرصاص على يد مسلحين يرتدون زيا عسكريا، وسط طبعا تصاعد الدعوات للكشف عن تفاصيل الجريمة ورفض ذوي الضحايا تشييعهم قبل حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مكان الجريمة. كشف مسؤول أمني بارز في محافظة صلاح الدين شمالي العراق خلال اتصال هاتفي مع صحيفة العربية الجديد، وقال بأن ذوي الضحايا 8 يرفضون تشييع الجثث قبل حضور رئيس الوزراء أو وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى المكان للوقوف على تفاصيل الجريمة، لا سيما بأن عمليات القتل تكررت أخيرا وسط التعهد بفتح تحقيق دون أن يسفر ذلك عن نتائج. وقبل أشهر قليلة جريمة الفرحاتية اللي زارهم مصطفى الكاظمي، ولغاية الآن ماكو أي نتائج حول الجريمة. طبعا من تفاصيل الجريمة، اليوم الفجر الجمعة هاجم مسلحون مجهولون لمنزل في بلدة البودور قرب تكريت، قاموا بإعدام رميا بالرصاص رجل وزوجته وخمسة من أبنائه، وأصابوا آخر يبدو بأنه يعني فارق الحياة بعد ذلك، لأن ارتفعت الحصيلة إلى 8. الغموض يحيط بجريمة صلاح الدين، لا سيما بأن المنطقة محاطة بقوات أمنية وبميليشيات مسلحة، وقد مر المهاجمون من نقاط التفتيش التابعة لهم ونفذوا الاعتداء وقاموا بالانسحاب من المكان دون اعتراضهم، رغم إطلاق النار على يعني النار اللي سمعها سكان الحي والمنطقة. وفقا لهذا المسؤول اللي تحدث لصحيفة العرب الجديد، قال بأن التحقيقات تجري على مستوى عال، خاصة كما قال بأن المهاجمين اخترقوا كل حواجز التفتيش ونقاط المراقبة ودخلوا منطقة لا يمكن دخولها إلا بإذن مسبق ضمن إجراءات أمنية متبعة منذ نحو 2 عامين. لفت إلى أن التحقيق يجري مع القوات الموجودة في المنطقة لمعرفة كيف تم السماح بعبور هؤلاء المسلحين، وكشف على أنه حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد يثبت بأن تنظيم داعش الإرهابي هو من نفذ هذه المجزرة، ورجح احتمال تورط جهات مسلحة لأغراض طائفية كما قال، أو بدوافع انتقامية أخرى. أضاف لهذه التحقيقات مستمرة ويشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشكل مباشر. المفوضية العليا بدورها قالت، وهي مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قالت بأن مجزرة البدور في محافظة صلاح الدين هي نتيجة ثغرة أمنية واضحة ومستمرة أيضا بدون محاسبة لمن يمسك الملف الأمني، وسيكتفي الجميع بالعزاء والتهديد لداعش كما قالت. طبعا كانت خلية الإعلام الأمني الحكومية قد قالت بأن ما وصفتها بعصابة إرهابية مسلحة أقدمت على ارتكاب الجريمة التي وقعت في منطقة البودور بمحافظة صلاح الدين، وراح ضحيتها 8 أشخاص من عائلة واحدة دون أن تسمي الجهة المنفذة. طبعا تصاعدت المطالب بوجوب إخراج الميليشيات من المدن بعد تزايد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وسط صمت حكومي مطبق. يبقى التساؤل، دول شلون فاتوا؟ إذا كانوا من داعش أو من غير داعش، شلون فاتوا المنطقة مسيطرة عليها من قبل القوات الأمنية ومن قبل الميليشيات؟ خلونا نشوف مقطع وشهادات لذوي الضحايا في منطقة البدور اللي صارت بها المجزرة
اليوم. نشوف المقطع ونرجع لكم. احنا مرتنا اليوم فاجعة جدا أليمة أليمة بشكل يعني هذه هالساعة ست جثث منضودة بالبيت. يعني هاي الجثث شو الناس شو ذنبها؟ شو ذنبها هاي الناس؟ أناشد رئيس الحكومة، أناشد كافة صنوف الجيش، كافة القوات الأمنية كلها أناشدها، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، كل بدون استثناء المحافظ كلها أناشدها أن توضع حد هل الشغلة هذه. يعني هذول عمال، هذول كسبة، هذا الآخر، هذا منتسي بف بي اس، امرية وبنتها، شنو ذنبهم هذول؟ يعني انفجعنا فجيعة قشرة احنا. فالناشد رئاسة الوزراء الحكومة ان يعطون حل هذه الشغلة هذه. يعني المنطقة راح تشيل، احكي بصريح العبارة، المنطقة راح تشيل، راح تروح تجي من هنا، ما ظلت نعيش هنا. شنو ذنب هاي الناس؟ يومية فجعة، شنو هاي المهزلة هاي؟ ملينا والله ملينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هاي البرادات تحمل جثمان الشهداء. أهالي المنطقة يرفضون التشييع إلى أن يكون أكو حل لهذه الفاجعة وهذه الجريمة. راح نشوفكم جثث الشهداء. هذا البراد الأول، افتح الثاني شوية على السريع، عوفه بعدين افتح. هاي جثامين الشهداء، هاي جثامين الشهداء. اليوم احنا اولياء الدم، ومن نحكي بصراحه وما نخاف بعد، ما ظلت قيمه للحياه نهائيا في صلاح الدين. فخابروني ب 12 الاستخبارات الامن الحشد، يعني قالوا صاير حادث بمنطقتكم. فخابرت على يعني على اهلي، مو على البيت مالي، على اخويا. قال ابن اخوك انقتل، فعائلتي ما حد يدري بيها مقتوله. فطابين العائلتي كلها باستثناء مخلين طفل يعني عمره 10 سنين، النساء، الولد يشتغلون يعني عماله. زين اذا انا كنت مطلوب تجاه اي جهه، اي جهه خلي يجوني، انا موجود. يعني ابني موجود بعده، يعني طفل مخليه ما كاتلي، وكنه ما كاتليها. بس بنتي خريجه يعني بعد مو مخلصه جامعه، مرحله اخيره، كاتليها الام، كاتليها دماي الطب بلبيه، تشوف الادمغه مالتهم على القنفات. يعني انا اذا كنت عندهم شيء وياي، اي جهه كانت، اي جهه خلي يجون علي. هاي الاطفال والنساء شنو ذنبها؟ يعني تكتل. وين القوات الامنيه؟ يعني القوات الامنيه الحشيد قاضبين ساتر، عندهم كاميرات حرارية، الطير ما يعبر من عندها. زين هذول 15 واحد، يعني حسب ما حكالي ابني 15 واحد، منين جو 15 واحد ملثمين وزي عسكري؟ يعني الكثير من الأسئلة. بالفعل المنطقة مسيطرة عليها من قبل القوات الحكومية. معنا اتصال أبو عماد من بغداد، تفضل أبو عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وسهلا بك. تحية لك ولقناة الرافدين ولمشاهديكم الكرام، حياك الله. أنا حقيقة أكفد مصطلح دائما بالإعلام يتكرر، وهو أنه السلاح المنفلت. نعم. أنا مو إيه المصطلح، أنا ما أقول منفلت، وإنما سلاح منضبط جدا ومدروس. فهو إلى معانية وإلى قوات الأمنية وإلى أجهزة الأمنية ورجال الكبار في الدولة. فهو منضبط جدا، يعني سلاح ليس منفلت، كل مبرمج لقتل المواطنين. حتى الفساد هو وراء أيضا ناس كبار، الفساد في دوائر الدولة وكل شيء. فهي كل
هاي مدروسه وهذه كل الامور. وانا على رايي يعني ما اعرف يعني ماكو سلاح ممتلك، كلها مدروسه ومنضبطه مع الشكر الجزيل. نعم ابو عماد، رايك بالمجزره اللي صارت اليوم؟ مجزره دخلوا 15 واحد الى بلده نعم. البدور اللي موجوده قرب تكريت، كتلوا 8 نعم. اشخاص من عائله واحده بهم نعم. نساء وشباب ورجال، وطلعوا والمنطقة مسيطر عليها أمنيا. من يتحمل هذه المسؤولية؟ والله يا أخي هو القائد العام للقوات المسلحة وما دون، كلهم يتحملوا إلى مراكز الشرطة الموجودة. نعم نعم إلى مراكز الشرطة الموجودة موجودة. كلهم هم يتحملون مسؤولية. فليت قلت لك أنا نعم ضغط جدا وشغلة مدروسة وبها أهداف، هاي كلها يسووها الروتين في دوائر الدولة، الفساد، القتل، النهب، كلها حتى ننسى ما هم يسووه، كل جرائمهم حتى ننساها، فسادهم حتى ننسى، يلهونا كلها تلهية هاي لكي ننسى أمور كثيرة. نعم أنا أشكرك أبو عماد من بغداد. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية. تفضل أبو فيصل. أبو فيصل تسمعني؟ انقطع اتصال مع أبو فيصل من السعودية. رسالة على الواتساب يقول السلام عليكم. نعم يقتلون يخطفون ويهبون في وضح النهار ولا رادع لهم. أما من يقول لرئيس الوزراء فهو فقط ثرثار بلا حياء. طبعا قوى سياسية مختلفة أعربت عن غضبها من الحادث وطالبت باستبدال القيادات الأمنية لفشلها في مسك الملف الأمني في مدن صلاح الدين. النائب عن محافظة صلاح الدين ورئيس حزب المسار المدني مثنى السامرائي قال في بيان صحفي بأن ما حصل في منطقة البدور يبين حالة الإهمال وتردي الوضع الأمني وضعف استجابة القوات الأمنية تجاه التحديات الخطيرة التي تواجه مناطق عديدة في المحافظة وعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة بحماية الأهالي من بطش الإرهاب. بيّن السامرائي بأن استمرار إهمال الجهات المسؤولة عن أمن تلك المناطق وعدم اكتراثها لمثل هذه الجرائم لا يجعل منها شريكا في استمرار نزيف دماء أبنائنا، وشدد على ضرورة المساءلة والتحقيق العاجل في أسباب وقوع هذه الجريمة ومعاقبة المقصرين. معنا اتصال سجاد من كربلاء. تفضل سجاد. انقطع الاتصال مع سجاد من كربلاء. طبعا تابع النائب عن محافظة صلاح الدين بأن مجلس النواب تقع عليه مسؤولية محاسبة الحكومة في حال عدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية أمن المواطنين، وأكد بأن الدولة مطالبة بحماية مناطق المحافظة أو تسليح أبنائها، كما من الضروري إجراء مراجعة سريعة وجادة للإجراءات والخطط الأمنية وفسح المجال لأبناء المحافظة ليكونوا جزءا أصيلا من المعادلة الأمنية لمنع تكرار هذه الجرائم. في السياق لا خلونا نأخذ اتصال رعد من بابل. فضل رعد. رعد نعم عيني تفضل. هذا حوار المذيع. تفضل انت على الهواء مباشرة. هذا على وعدنا مذيع علي. نصين التلفزيون فدوة، نص التلفزيون حتى نفتهم عليك، نص التلفزيون اللي أخذها. الملقى صار دي ملقى على الفين. شلون؟ عندنا إمام يمنا إمام. وين؟ ملقى على الفين المحاويل. أي نعم، شبيه؟ تأدي علينا وحدة القوة مخدم مع الإمام والكسب تأدي على الإمام. نعم. يعني شنو سادي بسبب اجراءات كورونا لو شنو؟ اي والله تعدي علينا. انتم موظفين برعد؟ لا قوام، احنا قوام. ها نعم يعني تابعين انتم تابعين للوقف الشيعي ولا للعتبه انتم تابعين؟ لا احنا قوام المرقد هو امام. اي يعني ما تابعين لجهه معينه؟ تابع للمزارع الشيعية. تمام يعني للوقف. تمام ليش سدوا؟ ليش نسد؟ بس نصي التلفزيون فدوة حتى أفتهم عليك. لا مو جاي يا استاذ، احنا قوام مالته. تمام
من اللي سده؟ من اللي سده؟ باقي فاتحية محافظة طابل. يا الله ساعد الحرسين. اي والله. نعم، شو الطالب؟ هم هذول المزارات مع بغداد. شو الطالب؟ مطالبتك. اي والله. اخي رعد مو قلت لك صوتك على الهواء واضح ونص التلفزيون فتحت الامارات. إيه؟ نعم الواقع تجي كل محافظات العراق. نعم اي والله استاذ. وصلت رسالتك رعد من بابل كان معنا. طبعا قال رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة في بيان بأن المجزرة تتطلب ردا حكوميا رادعا ينهي بشكل جذري ضرر كل المتعاونين والحواضن التي تقدم تسهيلات تنفيذ هذه الجرائم البشعة، والذين لولا خيانتهم وركونهم كما قال لداعش الإرهاب المجرم لما استطاع ارتكاب هذه الأفعال الدموية الشنيعة. ما هو السؤال اللي يتكرر؟ يعني معقولة فاتوا وكتلوا وطلعوا وما لزموا ولا واحد بهم؟ يعني وهي القوات الأمنية؟ وإحنا سمعنا هذا الرجل هو رب العائلة اللي قتلوا أهله، قال لك خابروني الاستخبارات الحشد وقال له تعال ترى 15 واحد فاتوا على بيتكم وكتلوا عائلتك. شلون فاتوا وشلون طلعوا؟ زين قبل فترة هم بصلاح الدين مجزرة الفرحاتية اللي صارت وراح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وراح عثمان الغانمي وتعهد بالتحقيق وإلقاء القبض على القتلة، وطبعا هم العصائب مسيطرين على ذيك المنطقة وما صارت نتيجة لغاية الآن. من هم؟ داعش طلعوهم، ميليشيات الزموهم، من ذولا حتى الناس تفتهم؟ زين هذه الجرائم ليست مقتصرة فقط على هذه المحافظات، انت اليوم عندك عمليات الاغتيالات اللي في بغداد وفي المحافظات الجنوبية. قبل يومين قتل ابو المحامي المختطف علي سجاد انقتل كان يطالب بابنه. كثير من الناشطين اللي انقتلوا في البصرة وفي الناصرية وبغير مكان وبغداد. يعني هو الوضع الأمني كله في العراق بعد ما يتحمل، فما معقول أنه كل هذا الكم الهائل من القوات الأمنية والجيش والحشد والاستخبارات وإحنا ما يمر أسبوع إذا مو أكو اغتيال لو مجزرة. إلى متى يبقى هذا الوضع؟ معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وسهلا. طبعا هاي كل مره يعني يصير هيك حوادث ارهابيه، الحكومه ما تسميها حوادث ارهابيه لان تعرف من الواقع صراحه. مني طلع بيان للحكومه العراقيه يعني اذا متهمين به السنه داعش الارهابي راح يسمونه عمليه ارهابيه، اما اذا بصمات مال حشد شعبي فما راح يسموها عمليه ارهابيه، يعني يسموها مجزره او قتل او اعتداء او غيره. هذا القطع الموجود هو لواء 35 حشد شعبي، يسموهم قوات الصدر الاولى تابع الحزب الدعوة، يعني معروف هذا كل العالم اللي بالمنطقة والناس تعرف هذا تابع القاطع للحشد الشعبي. فشون صار هذا الخرق وهم موجودين؟ لو داعش الإرهابي تم سوى هاي العملية كان ضرب أو لا يضرب السيطرات الموجودة مع الحشد الشعبي والميليشيات الولائية، ليش يطب على عائلة بريئة وعائلة يقتل النساء والشباب ويطلع؟ إذن هاي البصمات بصمات حشد شعبي، لكن احنا عتبنا مو على الحكومة العراقية. احنا نعرف الحكومة العراقية حكومة عميلة الى جارة السوء ايران، والحشد جزء من عدها وما يقدر يتهمون الحشد لان هم اسسوا. عتبنا احنا على سياسي السنة الموجودين في صلاح الدين، ليش ما يطلعون ويحجون بالقلم العريض ويتهمون من وراء هاي الجرائم اللي جاي تتكرر؟ حادثة اكثر من حادثة صارت بصلاح الدين والطارمية وغيرها وفرحاتية وغيرها الحوادث، ليش ما يتهمون من اللي ماسك الارض الماسك لو سرايا سلام لو عصائب لو بدر لو حزب الدعوة؟ كل ذولي مجرمين جاي يسوون جرائم. انت من شنو برلماني خايف؟ تخاف من منو؟
تطلع او محافظ صلاح الدين او نائب المحافظ، مجلس محافظه، البرلمانيين الموجودين من هاي المحافظه يطلعون يتهمون الحشد الشعبي ويقول هو هذا الحشد حشد ميليشياوي ارهابي، يتهمونه بالارهاب. دول المفروض همين اربع ارهاب، القانون اربع ارهاب يطبق على الحشد، يطبق على الناس اللي خارج عن القانون واللي حاملين سلاح خارج نطاق الدوله واللي جاي يطبقون يسوون عمليات لانجدات خارجيه مثل ايران، جاي يطبقون تغيير ديموغرافي بالمنطقه، يريد يهججون العالم مثل ما سووا بجرف الصخر ومثل ما سووا بدياله ومثل ما جاي يضغطون حاليا بالطارميه، جاي يضغطون على هاي المناطق كلها ويثرب وغير هاي المناطق في سبيل يهججون الناس ويخلوهم يهاجرون هاي المناطق وتصفى بس لهم. يعني صباح هو ان كان داعش ولا ميليشيا في الاول والاخير الحكومه والقوات الامنيه تتحمل امن المواطن. يعني احنا طبعا. العراق اليوم عباره عن ثكنه عسكريه بالعاصمه بغداد، ما تمشي لك كيلو اذا مو سيطره وسيطرتين، وكذلك ينطبق الحديث عن المحافظات الباقيه. فما معقول اليوم انت كان داعش ولا ميليشيات ولا عصابات ولا حراميه انه يوميه احنا عندنا جريمه ويوميه عندنا مجزره. صدقني استاذ عمر، كل العالم والشعب العراقي والسياسيين كل ورجال الدين يعرفون من وراء هاي العمليات الارهابيه. يا اما 70% من العمليات اللي صارت في الفتره الاخيره هو حشد شعبي او داعش الارهابي، ماكو فرق، هم وجهين لعمله واحده، اثنيناتهم يستهدفون الابرياء. داعش يقتل بالشيعة الابرياء ويقتل بالسنة الابرياء، والحشد حاليا اكتشفنا بالفترة الاخيرة من متظاهري تشرين انهم ما يهمهم شيعة العراق ولا يهمهم ابناء جلدتهم، يقتلون الشيعي والسني، هذا بالنسبة للحشد. لكن احنا نعتب على الناس اللي يمثلون هاي المناطق، المفروض يطلعون يتهمون. هذا الى متى؟ يعني الى متى يبقى هذا الحشد الولائي، هذا الحشد الميليشياوي يقتل بالابرياء والعالم كلها ساكتة؟ كل الناس ساكتة، ما حد يحكي، لا مراجع تحكي بخطبة الجمعة، مراجع النجف أو الصدر أو غيرها اللي يسمون انفسهم مراجع، ما اتهمهم الحشد، أنتوا جيتوا بفتوى، انتهى الوقت، انتهى، تحررت المناطق. نعم، المفروض هذا يهيكلون الحشد لأن صار خطر هذا وصار أداة بيد إيران. نعم. صباح من بغداد كان معنا عبد الرزاق من بابل، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. والله اليوم هذه فاجعة صراحة. نعم. يعني حزت نفسنا حيل، نعز أهلنا بقرية الدور بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يجعل مثواهم الجنة ولهم ذويهم الصبر والسلوان. آمين يا رب. وأقول لهم إن أخوتكم بالجنوب طبعا إحنا مفجوعة قلوبنا صراحة، غير يعني. نعم. صراحة من سمعت الخبر ومن شفت الحالة يعني حالة أثرت، وأسأل الله أن يأخذ التاهم لأنه المصيبة كبيرة يا أستاذ عمر. نعم. أستاذ عمر، بالنسبة لهذه المصيبة أشوف الحكومة يعني هم نفس الحالة راح تشكل لجان تحقيقية. إحنا هذه اللجان التحقيقية بعد مريتها صراحة، لأنه إحنا شفنا بديك اللجان اللي شكلوها وحتى على مود يسوي لجان، لا إحنا اليوم إحنا نريد إرادة شجاعة من قبل الدولة وتظهر لنا دولة القتلة. هسه اليوم اختلطت الأوراق، داعش من جهة بالبيان مالته يدعي هو، نعم، يعني والسلاح المثلث من قبل الأحزاب والميليشيات كذلك، لأنه إحنا جاي شفنا قبل كم يوم من قتل والد المحامي، نعم، علي جاسم، واليوم هاي الفاجعة مال قرية البدور. هذه أنا أشوفها يعني أستاذ عمر هي إعادة يعني يردون إعادة للطائفية، وأقول لهم يعني تخفى شواربكم بعد الطائفية ما تمشي على العراقيين، كل العراقيين اليوم اكتشفوا ألاعيبكم وأساليبكم الرخيصة بعد ما تطلع علينا هذه، يعني لو مهما يعني مشيتوا من دماء أو سفكوا من دماء وقتل بعد العراقيين ما يرجعوا لأيام الطائفية. فأني نداء لكل العراقيين، نعم، بأنهم يوحدون صفوفهم ويطالبون بال يعني إذا مو عن طريق المجتمع الدولي عن طريق القوة مالتهم أيديهم للقضاء على هذه الدولة. أما انتخابات وما أعرف إيش هي نفس الوجوه راح ترجع ونفس القتل ونفس سفك الدماء. فإحنا
يعني نريد نتخلص من هذه الطقمة الحاكمة والطبقة الفاسدة بصوتنا الواحد والانتفاضة الكاملة أستاذ عمر. أما إذا طبقت انتخابات وهذا للتخدير فنفس الحالة ونفس نفس الدماء ونفس الوجوه راح تبقى. وتحياتي لك أستاذ عمر. أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا. حسين من البصرة تفضل. حسين الله يسعدك استاذ عمر. اهلا وسهلا بك. الله يسلمك. الله يخليك. حياك الله. حياك الله. يا اهلا بك استاذ عمر. الله يسعدك. دول من يقتل بيهم الناس؟ شلون اخي حسين؟ هاي الناس خطيه. هاي شنو ذنب هاي الناس جاي يقتلون بيها؟ يعني ما خلص هاي عندنا هاي المشاكل هاي. يعني العراق بعد ما في امان. مع الاسف. هو احنا مو عندنا احنا عندنا قوات المسلحه لو لا؟ نعم. مو عندنا رئيس لو لا؟ عندنا رئيس دوله لو لا؟ نعم. ليش ما يطلع امر يشيل الانقاب مال دول الالتزام كله؟ اي واحد يلبس التزام. نعم. اقبض عليه. يعني هسه هو مو رئيس. رئيس ورئيس دولة. يعني رئيس دولة هو قائد قوات المسلحة. يعني أطى أمر ضعيل الإسلام كل هذا البلقع اللي يعطونا على جوم هذا النقاب. نعم. ممنوع أي واحد يقلهم يجلس على مود حتى الناس تعرفه. حتى يعني أبو الحشيد لابسه، أبو الشرطة لابسه، الإرهابي لابسه، ذاك لابسه، ويسبون على الناس يكتلون بها. شنو ذنب هاي الناس قطية؟ شنو ذنب؟ نعم. شنو ذنب هاي الناس؟ يعني ايش دوم احنا نبقى ما عندنا امان؟ نعم. ليش؟ الله يخبر محمد. والله العظيم الله ينتقم من عندهم. الله ينتقم من عندهم من الحكومه هاي. حسبي الله ونعم الوكيل. وشكرا استاذ عمر. انا اشكرك حبيبي. انا اشكرك حسين من البصره. كان معنا ابو اسد من الكوت. تفضل ابو اسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك استاذ عمر. كيف الصحه؟ حياك الله. يا اهلا بك. الله يسلمك. الله يحييك. اولا ندين هذا العمل ونستنكر هذا العمل للجبان اللي طال ابناء صلاح الدين. نستنكر اشد استنكار. والرحمه والخلود للشهداء. امين. وهذه نتائج القرارات التخبطيه اللي بالمنظومه الامنيه العراقيه. تخبطات واقعيه يعني ادت لهذا اللي جرى واللي صار فجر الجمعه. نعم. فاحنا عشائر الكوت جميع نستنكر ونجب وندين هذا الاعتداء الصارخ المشين الجبان اللي يمثل الناس الجبناء اللي فعلت هذا العمل. وان شاء الله الاحسن للعراق وان شاء الله تطور بالوضع الامني. واحنا ندين هذا العمل والله يوفقكم ان شاء الله. آمين. ابو اسد لا تستغربها قرارات المنظومه. نعم. الامنيه مو قرار واحد مو بيد واحد. ابو اسد كل جهه معنيه. نعم. بالوضع الامني لها قرارها الخاص. نعم. ابو اسد تحياتنا طبعا لك ولاهل الكوت ومحافظه واسط. يعني هو التساؤل اليوم بعد 18 سنة، يعني حتى إذا كانت هذه القوات الأمنية غير مؤهلة هم خلال 18 سنة صارت عندها خبرة متراكمة. يعني إحنا تصير مجازر واختيالات، لا هم مثلا استخبارات تتوقع وقوع هذا الحدث ولا يتم إلقاء القبض. نعم. بشكل مباشر. يعني اليوم على سبيل المثال هذه المجزرة فايتين 15 والمنطقة بها سيطرات وبها قوات أمنية وبها حشد، قتلوا وطلعوا، شلون؟ يعني شيء مستغرب. لا إله إلا الله. شيء مستغرب. مع كل الأسف. نعم. مع كل الأسف. الله لا يضيع دم الشهداء، الله لا يضيع. آمين. دم الشهداء إن شاء الله. آمين آمين. الله لا يضيع دم الشهداء. أنا أشكرك أبو أسد من الكوت. كان معنا أبو صدام من تكريت، تفضل أبو صدام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ؟ حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. أستاذ ما يحدث اليوم في صلاح الدين هي هاي الجرائم المتكررة. يعني شرط. نعم. الفرحاتية وقابلها وقابلها هاي الجهة المعروفة هي هاي ميليشيات حزب الله وميليشيات قيس الخزعلي. هنا هاي ميليشيات معروفة وكل الناس تعرف هاي. والحكومة شنو جيت الكاظمين؟ الكاظمين شنو سوى بس يشكل لجان تحقيق؟ وين اللجان التحقيق اللي صارت من صار لحد الآن هو يسوي لجان تحقيق؟ وين؟
وين شغله بلجان التحقيق وشنو ايش تبين من لجان التحقيق؟ هو يجي ياخذ صور ويا العائله وانا اسوي لكم لجنه تحقيق ودمكم ما يروح. وهذا هو مشترك بهاي هاي الميليشيات من يجيها والسلاح المنفذ. هي الميليشيات الحكومه قاعد تحميه، هي قاعد تمشي باسم الحكومه، واللي قاعد يصير بصلاح الدين هي ميليشيات مسيطره. اي دور للجيش وللشرطه ما لها دور نهائي. ميليشيات الحزب الله وقيس الخزعلي اللي مسيطره وما حد يقدر يحكي وكل الناس تعرف اللي قاعد يقتل ولا هي. وهاي البيانات مال داعش يتبنى وهاي كلاوات ما عاد تمشي على حد. هو داعش من اللي جابه غير انتم اللي جبتوا؟ هي الحكومه اللي جابتها. هي داعش اصلا طلعت من رحم الميليشيات الايرانيه، وحتى هنا اصلا الميليشيات هي بسيطرات اللي موجوده داخل صلاح الدين. الميليشيات نفسهم هم نفسهم يقولون احنا كنا نحلم نطب صلاح الدين. الف رحمه الوالده داعش اللي جابنا هنا، لو ما داعش احنا ما نطب هنا وما ناخذ هاي المناطق ولا نسيطر عليها. هم اللي قاعد يقولونها بلسانهم. والله اكثر من مره انا سامعها من ميليشيات بالسيطره، اكثر من مره سامعها يقول الف رحمه على داعش اللي جابنا، احنا لو ما داعش من يطبنا؟ هاي داعش مالتهم، هي داعش هم اللي سووها وهم جابوها على مود يسيطرون على المناطق. وهاي المناطق اللي بيها كلها بيها ابار مال نفط ودايبوقون بيها وخاف راح يهاجرونها، وفعلا راح يهاجرونها هم. يعني انا قبل فتره اتصلت بقناتكم على مود الميليشيات الكرديه، طبعا هم نفس الشيء الميليشيات الكرديه اللي قاعد تخفي بحار السنه، الاف مخفيه عندهم بسليمانيه اللي 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 رئيس الجمهوريه هو بالحزب مالها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. الميليشيات الشيعيه خبروني هم نفس الشيء وتهددت وهسه يعني مكاني مجهول هو بتكريت لكن ما ادري اللي على مكاني اللي خابر مش خابر وش تقول. الميليشيات الكرديه اللي قاعد تسوي يعني انتهاكات بحق اهل السنه اكثر من ما جات تسوي الميليشيات الشيعيه. هذه الميليشيات تمثل أجندتها ولا تمثل طائفة أو تمثل قومية بعينها. أبو صدام من تكريت كان معنا، أبو زينب من القادسية، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الرحمة والخلود لشهداء العراق جميعا. آمين يا رب، آمين يا رب. وإن شاء الله يعني الله ما يضيع دم هاي الناس البريئة. آمين. بس أنا عندي سؤال لك أستاذ عمر إذا ممكن. أنا شفت يعني يا سمران تابع الحلقة. نعم. أكثر المتصلين معي معك أبو زينب معك أكثر المتصلين يعني إنه شون تقول إنه جاي يتهم إنه هذول الحشد صفى هاي العائلة. أنا أسأل حضرتك وأسأل الأخوة المتصلين شنو غاية الحشد؟ شنو هدفه من يطبل على عائلة مثلاً ويقتلهم بدون ذنب؟ والله ممكن أنت تجاوبهم، هم اللي افترضوا، بعض الناس افترضت هاي الفرضية من المتصلين. صحيح. بس لم أتكلم أنا فيها. أنا لا لا مو لا أنا حسيت مرة أستاذ عمر. لا لا مو بس اسمح لي. أنا قلت إن كان داعش، إن كان أنا اللي قلت له إن كان داعش هو اللي ارتكب هذه المجزرة ولا ميليشيات، وين القوات الأمنية؟ فأنت ممكن ترد على المتصلين وتوضح إنه ما عندهم مصلحة. ممكن تفضل تقول لي ميليشيات من هم غير تقصد الحشد لو أصل غيرهم؟ مو إحنا اليوم صارت المشكلة أكو ميليشيات بالراتب والامتيازات يقول لك إحنا من الحشد، بس بالأوامر لا، يقول لك إحنا نتبع الزعيم الفلاني. صح هذا لو أنا غلطان أستاذ عمر؟ يعني ليس كل عمر. الميليشيات المنضوية بس اسمح لي بينك ما بين الله الميليشيات ما بين الله أي بس اسمح لي، الميليشيات المتكونة قبل إنشاء الحشد ها صار لهم سنين قبل داعش بسنين ودخلوا في مظلة الحشد. اليوم ما يقدر مصطفى الكاظمي يحرك قطيع من عندهم أو يحرك شخص من عندهم، هذا واقع الحال. يعني هذا مو أنا اللي جابه، هذا واقع الحال في العراق. نعم تفضل أبو زينب. تنظر يعني تنظر الموضوع من وجه أخرى. أنت هسب يعني انت تنظر ان الحشد متواجد هناك، انت تعال لي على المناطق الجنوبيه. نعم. وتعال شوف لي ايش قد انطت شهداء. على شنو انطت شهداء؟ عندها ورث هناك بالمناطق الغربيه. نعم. هي كلها ارض عرب. لا لا وكلها ارض. التعميم ابو زينب خطة. التعميم مرفوض. نعم. انا مثل نعم. ما وضحت لك الميليشيات 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 بس خلي حتى تكون دقيق. الميليشيات التي انشئت منذ العام 2003 ولغايه الان قبل الفتوى والمرجعية وقبل إنشاء الحشد بال2014 دخلت هذه الميليشيات تحت المظلة الحشد. تمام. اليوم
اليوم هل يستطيع رئيس الوزراء انه يقول لهم انتم تابعين الي فقط، ما تاخذون اوامركم من الزعيم الفلاني او الشيخ الفلاني؟ هذا واقع الحال. نعم اليوم ذولا هم مسيطرين. نعم ياخذون راتب من الدوله. نعم والامتيازات من الدوله، ولكن يتبعون. نعم ويطيعون اوامر زعيمهم ولا يتبعون القائد العام للقوات المسلحه. ولهذا انت تدري اللي صار اليوم، صار انفصل. نعم انفصل الحشد العتبه من عندهم، قال لهم احنا ما لنا علاقه، احنا تابعين للقائد العام للقوات المسلحه. ليش؟ لان اكو خلل. هذا الحشد اللي اسولف عنه. هو هذا اللي نقصده. قلت لك التعميم مرفوض، احنا بدنا نحكي على ميليشيات. ميليشيات بعينها، ميليشيات بعينها نسميها مسميات. اي ميليشيات بعينها. انا عندي انت تقدر ترد على المتصل. انا لم اتهم، لم اتهم يا رب. احسن فانت تقدر ترد هسه. تفضل. هاي النقطه اللي اريد اوصلها. تفضل. هاي النقطه اللي اريد اوصلها. نعم. لك وللاخوه المشاهدين. تفضل. يعني انت من تقول حشد انت جاي تعمم، بينما انا اقول لك يا عزيزي الحشد اقسم بايات الله ناس اعرفها. نعم. ما عنده كروه يبيع حاجه. صحيح. من بيته ويروح يلتحق. نعم. للجهاد. نعم. لا كان اكو راتب، لا كان اكو معونات. صح. كروته يبيع غار، يعني غرض من. نعم. يبيع لطباخ، يبيع له شغله من بيته في سبيل. نعم. انه يصعد يدافع عن ارضه وعن وطنه. صح. هذا الحشد. نعم. ناس تأذي، يعني استشهدت اطفال، يتيمات، ارامل. اي والله. وهسه النوب يطلع بعض المتصلين يقول الحشد والحشد. نعم. يا اخي انا اتمنى من الاخوه اللي يستمعون هسه جميعا انه تم المسميات باسمائها، لا تعمم. نعم. لا تعمم. نعم. وتشكر يعني انا ممنون منك. احسنت. حضرتك الاخوه. الله يسلمك. الله يسلمك. انا اشكرك ابو زينب من القادسيه كان معنا في اتصال. انا ما سمعت الاسم عذرا، كنت ابو فاطمه من النجف. تفضل ابو فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا عمر. يا اهلا بك، حياك الله. تحيه لك اخي ولكافه الاخوه، ونعزي ذوي الشهداء في صلاح الدين وكافه الشهداء في القادسيه بيت شاسب وغيرهم. نعم اخي عمر، لو تعطيني قليل من الوقت. ما يجري في العراق طبعا، الذي قتل اليوم هو باوامر ايرانيه صرفه. الذي يتحكم في هذه المنطقه هو اللواء 35 اللي مسمى بالصدر الاول، اللي تابع لحزب الدعوه بقياده ابو سجاد. خاف هذا الاخ ابو زينب اللي اتصل قبل قليل يقول لا تعمموا، ما لا تعمموا. إيه لو كان الحشد، ما هو هذا التساؤل، هو طرح تساؤل. إيه شنو مصلحته اخي الحشد؟ اريد اقول كلمه يعني. نعم. هذه من زمان اريد اقولها. قضيه الجهاد الكفائي الذي زعموا ان السيستاني الايراني العجمي هو الذي اصدرها، يريد ان يقول للعراقيين ترى انتم ما عندكم لا غيره ولا ناموس، واني جيت صحيتكم حتى تدافعوا عن ارضكم او عن اعرافكم. هذا الكلام يريد ان 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 يقلل ومن من من غيره العراقيين ومن اصل العراقيين. لو كان فتوى السيستاني، طبعا هذه الفتوى كانت من المجرم قاسم سليماني وليس من السيستاني، لكن ماشي. ممكن انت تدلي برايك، ولكن بدون هذه، يعني حتى اذا كان الرجل يعني خلينا نقول تركماني، خلينا نقول كردي، خلينا نقول عايش بالعراق، له اتباع، خلينا نحترم شخصه ونحترم اتباعه، تمام؟ ممكن تعبر على رايك. ومثل ما نقول احنا دائما التعميم مرفوض، هناك احنا بدنا نحمل مسؤولية. ابنائه في لندن على كل. نعم. نحمل مسؤولية على جانب. من ايران تريد من يسيطر على هذه المناطق؟ من يسيطر على هذه المناطق من أصغر جندي إلى القائد العام للقوات المسلحة يتحملون أمن وسلامة المواطن العراقي إن كان في الفاو ولا إن كان في زاخو. تفضل. نعم نعم. إيران أخي مع ذلك هي اللي متحكمة فعليا في الملف الأمني، تريد أن يدوم القتل والقتل المقابل في العراق إلى يوم الدين، لان لا يهمها لا تريد يعني استتباب الامن في العراق ابدا. قتل الشاسب في والد المحامي في الديوانيه رد فعله قتل 18 واحد في حتى يتم تغيير اللعبه وانتباه الناس يعني ينسون هذا الرجل.
هذه أخي من زمن النظام السابق، إيران كانت مخترقة كذلك نوعا ما للقوات الأمنية، تقتل المعمم الشيعي في الكاظمية وتقول للبعثيين قتلوا، تروح تقتل فلان ويقول قتلوا، لماذا حتى أبو فاطمة تثير الفتنة؟ هذه المجازر إدارة الفتنة هي من من يعني أنت من تعتبر هذه إيران أخي الكريم، تعتبر هذه المجازر وهذه الاغتيالات يعني تصب في صالح إيران أنت تعتبرها؟ نعم لا تريد أن يستتب الأمر أبداً في العراق، الحكومة بالعراق النار بين العراقيين مذهبياً وعرقياً وغيرها، وحتى إذا قالوا داعش فداعش يأتت من إيران، قيادتها كلها تو من إيران، فمين ما يريدون يلوفوها ترى ما تعبر على العراقيين. أخي إيران هي التي تأمر بقتل الناس خصوصاً، ما أريد أقول طائفية، أهل السنة خصوصاً. هذه المجازر اللي قبل فترة في هاي احنا مو شفنا بالجنوب في منطقة التظاهرات هاي آخرها وراح يعني تذكر كلامي كل من يخالفهم عمر. كل من يخالفهم ويرفع صوته ويطالب بوطن خالي من الفساد وخالي من المحاصصة يقتل ويخون. هذا اللي صار منتسب وعد الأسماء أسماء هؤلاء المقدورين، منتسب ربما يعمل مع القوات الأمنية ويشوفون بغير على العراق يتم قتله. تم قتل كثير في بابل وفي بغداد، كثيرين في مديرات الجنسية وغيرها. أبو فاطمة من النجف كان معنا. أبو صادق من بغداد، فضل أبو صادق. حياك الله، أهلا وسهلا، يا هلا بك. نعم عندي دوي المفروضين، تفضل. عندي الشعب العراقي أجمع، لكن أستاذنا العزيز نحن نعلم بأن الإعلام، ونعلم منك أنت بأن تكون شخص مفاض وحيادي وتنقل الأخبار بما هي. نعم. لكن هذا المتصل مرض كثير من الأوراق، أولا أوراق أبو الأمارة، الشخص اللي انقتل اللي ابن مختطف. نعم. كم شرطات طلعوا اصلا من اقاربه واصلا اوراق ايران. نعم. ولكن اخوه ابو صادق، اخو المغدور سجاد، طلع وبالمقبره وقال كلام قائد شرطه العماره غير صحيح، احنا ما عندنا عداوه، هذا اخوه ابن امه وابوه وموجود الفيديو. عفوا استاذ. نعم. يعني لازم تسمعوا على كل متابعه بشؤون العماره، يعني المتابعه اليوم اللي زين لو افترضنا جدلا انه ابو اللي انقتل قبل يومين، ابو المختطف المحامي عنده مشكله عشائريه، زين ابنه وانا صار لاكثر من سنه ونص، زين باقي اللي تم اغتيالهم من الناشطين في المحافظات الجنوبيه، من اللي قتلهم وليش قتلوهم؟ ليش لين طلعوا في تظاهرات سلميه يطالبوا بتغيير الوضع في العراق؟ هذا واقع الحال اخي ابو صادق. استاذي العزيز، اليوم جايت ما اسمعوا الحياه الاعلاميه صحيحه، وجايت ليش ما حد يقتلك؟ ليش ما حد يردك الغير؟ هذا النظام مال القتل، هذا لازم من غرض الاعمال التخوين، اليتيم الذي حمد العراق لا ممكن غير ممكن ان يتيم ان تقتل. ليش أنت تدافع عن إيران؟ يعني ما هو دليلك بتبرئة إيران من الفوضى في العراق؟ عفوا إحنا لازم هنا مو مسألتنا مسألة إيران، لا مو مسألتنا بس للإنصاف. أنا رجل عسكري، لا من تابع لحزب، لا تابع فلان، إذن من يقتل لو تحدثنا عن الناشطين، عن الناشطين والمتظاهرين إن كان في بغداد أو المحافظات الجنوبية، دعنا من هذه المناطق اللي بها داعش ربما يطلع بالشهر مرة بالشهرين، من يقتلهم؟ شنو هدفه؟ يعني هسه أنت مثلا هدفه تأجيج المظاهرات، تأجيج هذا كذا، فوق وايد مقادير. أنت شوف الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي ماشي، خل تلزمهم، مو انت هنا أنا تحتاج دليل. مثل ما انت بررت ايران، مثل اذا تسمح لي ابو صادق مثل ما انت تبرر ايران بدون دليل، يجب عليك ان تاتي بالدليل عندما تتهم اطراف اخرى، صح لو انا غلطان حتى تكون منصف. زين دور الحكومه والاستخبارات والقوات الامنيه بكشف هذا الطرف اللي انت تتحدث عنه لخلط الأوراق، وأنا
هاي إذا مسيطرة هذه الدول بهذا الشكل وما ألقوا القبض على واحد شون. أنا أشكرك أبو صادق من بغداد، مثل ما يقول لك يعني ضوء الشمس ما يتغطى بغربال. الوضع صار واضح في العراق، يعني هذه الاغتيالات التي تتم بواسطة ميليشيات تابعة لإيران موثقة وبالدليل. نعم، خلونا بس دقيقة واحدة نقرأ رسالة واتساب. يقول مساء الخير أستاذ عمر، هاي تصفية حسابات، ما دام الشعب ساكت نبقى نموت. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.